أسعد الله مساءكم مشاهدينا بكل خير. طقس الغد حار نسبي نهارا ومعتدل ليلا وغائما جزئيا ومغمرا أحيانا على بعض المناطق، وتزداد كميات السحب شرقا ويحتمل أن يتخللها سقوط بعض الأمطار، وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والبحر مضطرب إلى متوسط الموج أحيانا في الخليج العربي ومتوسط في بحر عمان.